ما بالحولاء يحاول يراوغ ينجح في المراوغات داخل المنطقة بالحولاء داخل المنطقة وهدف فعلا هدف من سجيل بالحولاء هدف الشوط الأول هدف مقابل صفر لصالح الفريق الجزائري الهدف لصالح بالحولاء بالحولاء عصاد عصاد الآن عصاد باللوم باللومين مراوغة أولى عصاد من جديد مراوغة ثانية عصاد لعب جميل لعب جميل جدا عصاد باللومين باللومين إلى بالحولة وهدف ثاني هدف ثاني فعلا هدف ثاني رائع ممتاز الى رضوان رضوان طويلة حق عليها الان يرسلها عالية اتجاه بالحولة بالحولة وهدف فعلا هدف ثالث دائما بالحولة ثلاث اهداف بالحولة اليوم ميت مستنش منها في الاخير محيوس مع فرقاني فرقاني الى رضوان من جديد مراش لا يتصل رضوان انطلق رضوان داخل منطقة رضوان ويسجل فعلا هدف رابع رضوان هدف رابع قبل هدف واحد شفنا في كل مره كيف التمريرات الطويله تسمح لكل من بالحوله وقمري بان ينطلقوا تجاه المرمى ما هناك عناصر شابه ما شفت المقابله وانطلق من بالحوله ينطلق بالحوله وهدف لا ثالث الخامس الملعب الشرفي بالدار البيضاء الى اللقاء وشكرا لحسن انتباهكم.